إذا قيل لك ما هو التبرك وما حكمه وما أنواعه فقل: التبرك هو طلب البركة بشيء من الأشياء، والأصل فيه التحريم والمنع. والدليل أن أبا واقد الليثي كما عند الترمذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بقوم من المشركين عند سدرة يعلقون سيوفهم عندها وينوطون بها، يعني يتبركون بها. فقلنا لما مررنا على سدرة، قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا قيل لك: أهناك ما يجوز التبرك به؟ فقل: الأصل كما أسلفنا، لا يجوز التبرك بشيء إلا ما جاءت الشريعة بالترخيص فيه، كماء زمزم فبه بركة، لكن ما أتت الشريعة بالترخص فيه بالتبرك فيجب ألا يتعدى ما جاء به الشرع. الشرع جاء ببيان، وهذا مثال، ببيان أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ويشرب، أو أنه يصب على المريض، يصب على المريض من ماء زمزم، فجاءت بذلك السنة. أما أن يجعل ماء زمزم بطرق أخرى من أجل التبرك مما لم يأتي بها الشرع فلا يجوز. فخلاصة القول: التبرك من حيث الأصل ممنوع إلا ما استثناه الشرع، ويجب أن يتبرك به على مقتضى ما جاء به الشرع. فإن قيل: آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يتبرك بها؟ فقل: لا، فلا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالمناطق والأماكن التي مر بها، ولا بإحياء شيء منها. ولذلك لما قيل لشيخنا ابن باز رحمه الله: أيجوز أن نحيي طريق الهجرة النبوية؟ فقال بالتحريم، وأنه وسيلة من وسائل الشرك. أما ما يتعلق بجسده صلى الله عليه وآله وسلم كشعره، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن الصحابة كانوا يتبركون بها ويستشفون بها فيصبون ماء على هذا الشعر. هنا من هذه الحيثية يجوز، ولكن أيمكن أن يكون هناك شعر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمن؟ فقل: لو قيل بوجوده كما زعموا فإنه لا يجوز أن يتبرك به في هذا الزمن، لأن مثل هذا الشعر لا يبقى على مدى هذه السنوات. ثم ما الذي أدرانا وأعلمنا علم اليقين أن هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يلبس على بعض الناس
لما يقال هذا هو شعره، ما الذي أدراك؟ والأصل، والأصل فيما جاز التبرك به شرعا يجب أن نعلم علم اليقين، يعني 100% أنه شعره صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعل الآن من شرائه بالملايين، بل إن بعضهم يتعدى ويجازف إلى ما هو أعظم، هب، وهذا بعيد، هب أننا أثبتنا يقينا 100% أن هذه خصال شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيقر الشرع أن يعمل لهذه الخصال مراسيم تكريم، وتكون هناك هيبة وهناك خضوع وخشوع حينما يشترى وحينما يفتح الصندوق لإخراج هذه الخصال؟ هب يقينا أنه شعره، فإن مثل هذا الفعل من هذا التكريم ومن هذا الترسيم لهذا الشعر ومن هذا التعظيم، هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك جمع ما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز، وقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما لو افتراضاً ما بقي من شعر أبي بكر وعمر فهذا لا يجوز مطلقاً، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتبركوا بشعر أبي بكر وعمر، مع أنهم يعلمون يقيناً أن هذا هو شعر أبي بكر وعمر أو غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قيل لك أيجوز كما يفعل أن تزار مزارات أو مساجد غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى؟ فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تشرع زيارة مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة. إذن ما يفعل من زيارة جبل النور، غار حراء، أو المساجد التي تكون في المدينة مما لم يأذن الشرع بالذهاب إليها، فإن كل هذا من وسائل الشرك، لا مساجد ولا مزارات ولا غيرها. فليحذر المسلم من أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر. ولذلك خف على نفسك من الشرك، ولو كنت من ديار هي ديار التوحيد. لما؟ لأن أبا واقد الليثي ومن معه إذا كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقد قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هنا يجب على العالم أن يخاف على نفسه من الشرك.